مها أبو عوف صاحبة مشوار فني مليء بالأدوار المميزة. ملامحها الهادئة جعلتها تتألق في أدوار سيدات المجتمع الراقي. حبها لنجلها وشقيقها أكثر ما تحدثت عنه في لقاءاتها. إليكم في هذه الحلقة أبرز المعلومات عن مها أبو عوف. ولدت مها أبو عوف عام 1959 ونشأت في أسرة بتحب الفن وبتقدسه، فبجانب عمل والدها كطبيب عمل لفترة في مجال الموسيقى. درست مها أبو عوف بالجامعة الأمريكية في القاهرة وكانت بتحب الاعتماد على نفسها، فعملت لفترة في حياتها بائعة في محل زهور لحتى ما تطلب أموال من والدها. تعاونت مها مع أشقائها عزة ومنال ومنى ومرفت وكونوا فرقة موسيقية أطلقوا عليها فرقة 4M، لكن الفرقة ما استمرت طويلاً وانحلت بعد زواج إحدى الشقيقات. أعجب حسن الإمام بموهبتها وقدمها لجمهور السينما من خلال فيلم لا تظلم النساء مع تحية كاريوكا، وانطلقت بعدها مها في عالم السينما والتلفزيون وقدمت الكثير من الأعمال المميزة. تزوجت مها أبو عوف من عازف الجيتار عمر خرشيد، وكان شقيقها عزت أبو عوف بعارض هذا الزواج في البداية لفارق السن بينهم، لكنهم نجحوا في إقناعه، ولكن زواجهم ما استمر طويلاً بسبب وفاة عمر خرشيد. تزوجت مها مرة أخرى وعانت لفترة طويلة من مشاكل في الإنجاب وسافرت لأكثر من دولة للعلاج، وأجمع الأطباء إنها لن تستطيع الإنجاب، ونصح الأطباء في أمريكا بإزالة الرحم للتخلص من مشكلة الحمل الكاذب اللي عانت منها لفترة طويلة. ولكن بعد فترة شعرت بتعب شديد فأجرت بعض التحاليل وتفاجأت بالحمل. أنجبت مها نجلها الوحيد شريف وكانت بتخاف عليه بشكل مبالغ فيه، لكن عزة أبو عوف نصحها أنه تتركه يعيش حياته بشكل طبيعي. تزوجت مها للمرة الثالثة من عمر المنزلاوي وظلت معه حتى رحيلها، وعانت مها في الفترة الأخيرة من مرض السرطان، ورغم ألمها أصرت أنه تواصل عملها واستكملت تصوير مسلسل الحرير المخملي.